في محافظة جدة تستمر الجهات الأمنية في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة لرصد المتسولين وضبطهم. ففي طريقة تسول غير مباشرة يقوم مقيم من الجنسية المصرية يرافقه امرأة من الجنسية المغربية ببيع مستلزمات الهواتف الذكية كغطاء للتسول بطريقة غير مباشرة. هنا مشهد آخر لاستعطاف المجتمع والمارة بالأماكن العامة من خلال التسول بطريقة مباشرة من قبل امرأة من الجنسية الباكستانية وتم ضبطها. هنا شخص من الجنسية الصومالية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال غسل المركبات المتوقفة وتم ضبطه. مكافحة التسول مسؤولية الجميع، والإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، ولهذا نذكركم بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. شعارنا دائما لا تعطيهم، ومعا نكافح التسول.